البعيد، وفيجن كلمة لاتينية تعني المشاهدة، ودمج الكلمتين تعني مشاهدة البعيد، أي إن جهاز التلفاز ينقل إلى المشاهد الأشياء البعيدة ليشاهدها ويعلم بها. ومنذ أول بث تلفزي ناجح في بريطانيا في عشرينات القرن الماضي، عرف التلفزيون عدة تطورات تقنية، كما شهد تقنيات الإرسال التلفزيوني تطورات سريعة تجاوزت الزمكان وجعلت العالم قرية صغيرة. وأضحى التلفزيون ضروريا في يوميات المواطن المغربي في الإخبار والثقافة والترفيه، أنيس مؤثر مريح ومزعج، وقد نعالج أي مقهى فنجد جهاز تلفازي. وفي بيوت المغاربة في المدن والبوادي قد نصادف في غالبيتها أكثر من شاشتين في البيت الواحد، ما يفسر أن التلفزة أصبحت عاملا من عوامل تحديد الذوق في المشاهدة واختيار القنوات. وبما أنه بات التلفزيون ضروريا في حياة المواطن المغربي، فالوسيط اختار أن يسائل في كيف يأتي التلفزيون بالبعيد للمشاهدة، ما هي آليته، ما هي مراحله، هل يسير التلفزيون المغربي رهان ذكاء الثورة التكنولوجية السريعة في البث والإرسال التي تعرفها الإنسانية، وأية إكراهات يعيشها، وذلك من خلال تجربة القناة الثانية ورادو دوزان. ولتبسيط النقاش والإفادة، يشرفنا اليوم حضور أحد الأطر المغربية متمكنة ومتمرسة في مجال الشبكة التلفزيونية والتقنيات التكنولوجية المستخدمة، خبرة غنية خبرته التجارب، مدير بالنيابة سابق على شبكة البث بالإذاعة والتلفزة المغربية سينرتي حاليا، وبعدها بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كمدير البنيات التقنية والتتبع التكنولوجي، وأستاذ سابق في السمع البصري بالمعهد الوطني للمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى المستوى الدولي عضو أو نائب الوفد المغربي المشارك بمؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات، ونائب اللجنة الهندسية لاتحاد إذاعات الدول العربية في المجال أيضا. إنه الأستاذ محمد حمودة، خبير في تكنولوجيا البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات الراديوية. مرحبا بك أستاذي الكريم، ومرحبا بالكفاءات التقنية المغربية. شكرا سي رياضي على الاستضافة. ومن القناة الثانية يحضر معنا وجه طلع عليكم مرات في بعض حلقات الوسيط، إنه الأستاذ مصطفى الصالحي، التي وضعت فيه المديرة البث والإرسال الثقة مسؤول شبكة البث للقناة الثانية. مرحبا بك الأستاذ مصطفى، شكرا ومرحبا بمديرية البث والإرسال. شكرا سيدي رياضي على الاستضافة. أستاذي الكريم، يقضي المغاربة معظم الأوقات ديالهم أمام التلفزيون وفي أيضا وسائل أخرى، لكن كيفاش كتم هذه العملية؟ ما غاديش نسول كيفاش كتم هذه العملية باش لإيصال هذيك المشاهدة اليوم، إلا بغينا نعرفوا شنو هو البث، واش هو الإرسال، ولا البث شيء والإرسال شيء. شكرا. يعني ما بين باش نبدا، ما بين الاستديوهات وشاشة التلفزيون في البيت هناك سلسلة قيم. هذه سلسلة القيم أولها يعني المنتوج في الاستديوهات يجب أن يصل إلى محطات البث، فهذه السلسلة هذه تسمى سلسلة الإرسال، أو وتتم بواسطة شبكة الإرسال، نقل المحتوى التلفزيوني من الاستوديو إلى محطة البث. السلسلة الثانية وهي البث، يعني البث يجب وهو توزيع المنتوج اللي وصل لكل محطة من المحطات المنتشرة في التراب الوطني، توزيع هذا المنتوج أو هذا المحتوى إلى مشاهدي المنطقة أو لا ساكنة المنطقة. التوزيع طبعا يتم بشتى وسائل تكنولوجية حاليا. قديما كان يتم بواسطة الترددات الراديو كهربائية، الآن كاين بواسطة عدة سنتطرق إليها من بعد. السلسلة الثالثة يعني
لما هاد المحطات البت تضع رهن إشارة الساكنة هذه المنتوج أو هذا المحتوى التلفزيوني، الساكنة تستقبل هذا المنتوج بواسطة هوائيات وشاشات تلفزيونية. إذن هناك ثلاث، هناك النقل إلى المحطات، وهناك المحطات التي تتم بها بواسطة توزيع يعني البث، هي دي عملية البث، وهناك الاستقبال. هاد السلسلة القيم الثلاث تتحكم في جودة الصوت والصورة المنتوج اللي تم الوقوف عليه في الاستوديوهات ليكون عند حسن المشاهد بالجودة التقنية المطلوبة. ماذا عن التطور السريع ديال تكنولوجيات التلفزيون والقناة الثانية، كيفاش كتشوف وبالخصوص على مستوى الجودة كما ذكرتي الآن، جودة الصوت والصورة؟ يمكن نقول أنا كمهندس بأن القناة الثانية تطورت كما تطور كل القنوات التلفزيونية في العالم، يعني بدءا ببث إرسالا وبثا باستعمال تكنولوجيات تناظرية الأنالوجيك، والتحول فيما يخص الإرسال إلى الإرسال الرقمي، والبث الرقمي الذي تم في شهر يونيو 2015، تحول كامل للبث الرقمي الأرضي. هناك البث الرقمي الساتيلي، يعني ككل تلفزيونات الدول كانت هناك في التسعينات تحول إلى البث الفضائي المباشر، وكان هناك مع وصول الانترنت يعني استعمال الانترنت في بث القنوات الوطنيه وخصوصا دوزام عبر لا دي اس ال وعبر بالنسبه للصوره والصوت ديال القناه الثانيه، كيفاش كتبان لك منذ البدايه للان؟ كان هناك تطور معلوم، هناك تطور لان المواصفات، كنهضر على الجودة التقنية للصورة والصوت، كنظن بأن ماشي على المضمون، غير على لا ماشي على المضمون، كنحصر تدخل ديالي في هذا النطاق هذا ديال الجودة التقنية. السؤال في هذا النطاق كنظن أنا من البداية كانت دوزام في المستوى، تعمل بمواصفات تقنية مضبوطة على مستوى أن تكون الصورة والصوت ب الجودة المطلوبة. كتبقى هذه الجودة حتى ولو كانت الفاعل دوزام يعمل كل ما لديه لتوفير هذا الصوت وهذه الصورة بالجودة المطلوبة، فيبقى على مستوى المشاهد أن تكون هناك وسائل الاستقبال في المستوى المطلوب. يعني كنقول الهوائي، لازم يكون هناك هوائي وموجه أحسن توجيه ومربوط بالشاشة بالمواصفات. تنقص هذه المعلومات لبعض المواطنين، التي يكون الاتجاه مثلا غير في الهوائي يوجهوه مثلا عند المحطة، تيوجهوه للاتجاه فين كاين القناة. فهاد خاص نوع من التوعية في هذا المجال. أظن أن هذا الموضوع هذا هو موضوع عام. نعم، كنظن باننا على المستوى الوطني ما كاينش حملات تواصليه تخص الجمهور لان الجمهور خص كما سبق وقلتم خص التوعيه والتواصل الدائم. لان مثلا عند التحول الى البث الرقمي الارضي في 2015 يونيو 2015 كان لازم تكون واحد الحمله تواصل، كانت حمله تواصليه ولكن ما كانش بالمستوى اللازم حتى يكون كل الساكنة
في بال بال بالمعلومات الكافية عن هذا التحول وكيف يتم استقبال هذه الإشارات الرقمية وكيف وكيف. نعم الأخ مصطفى، البداية ديال القناة الثانية كانت بالبث التناظري ومن بعد انتقلت إلى البث الرقمي الأرضي الرقمي. شنو هو التناظري وشنو هو الرقمي؟ اولا قبل ما نهضروا على البث خصنا نفهموا النظام ديال التناظري والنظام الرقمي. النظام التماثلي مثلا في البث، في الحاله ديال البث التناظري او التماثلي، فالاشاره تكون عباره عن كميه ماديه ومستمره عبر الزمن، ويمكن ان تاخذ عده قيم. كتبدا القيمه من القيمه الصغيره القيمه الكبيره، يعني مثلا لنفرض الى كان القيمه ديال الاشاره هي مثلا 5 فولت مثلا، فهي فالاشاره كتغير من 0 حتى 5 فولت، وممكن تاخذ كاع يعني القيم اللي كاينه بين 0 و 5. بخلاف البث الرقمي فهذه القيمه كتكون محدوده، يعني مثلا عندنا هذه الاشاره كتكون متكونه من سلسله من الارقام واحد بالنظام البيناري، يعني بين صفر وواحد. فهاد التقنيه ديال البث الرقمي كانت عندها فوائد كثيره بالنسبه للنظام التناظري. يعني في النظام التناظري كانت عندنا مثلا تردد كنرسلوا فيه قناه واحده، يعني اشاره واحده لقناه. بخلاف النظام الرقمي لان عنده فوائد كثيره، هي ان عندنا تردد واحد ممكن يحمل عده قنوات. دوكا ديال الفائده ديال تغيير عدد القنوات. مشاهدي ديال القناه الثانيه ومستمعي راديو دوزام، لنتابع شهادات بعض المواطنين من مدينه الدخله، مكناس، الدار البيضاء وطنجه، ونعود بعد ذلك. سوا واضحه وما كتقطعش في التليفون، ما كتقطعش في التلفازه، وكنستعمل دوزيم احسن من في الهاتف ديال الموبيل. ارسال جيد جدا للقناه الثانيه، حتى بالنسبه لالتقاط ديال الامواج ديال راديو دوزيم حتى هو جيد جدا، مثلا في السياره ولا حتى في البيت. كنشدو دوزيم بالبارابول. بالنسبه للصوره؟ الصوره طبيعي كتكون واضحه يعني، ولكن اللي كيكون الجو متقلب او الشتاء هكا راه كيمشي الارسال بعد النوبات. دوزيم وجينيرال خدام عندنا مزيان، كنشدوها على العموم في البارابول. باغ كونتخ فهمتي كنشدوها باغفوا لكن دي ماتش وهذا في لونتين، وحنا كنتفرجوا في دابا لي جينيراسيون ديال دابا كنتفرجوا في لي سيت انترنيت، سينون سيغ لابليكاسيون اللي عندكم ديال ماي دوزيم وهذا، وابليكاسيون اللي زوينه وجينيرال قناة اللي زوينه فهمتي تبارك الله. إلا فاتني شي إيميسيون ولا شي حاجة كنشوفها سيغ انترنيت، إي لا راديو كيلكو إيميسيون كون جو سومي كنكون في الطونوبيل راه كنسمع كيلكو إيميسيون. من ناحية ديال البرامج أولا البث ديال قناة دوزام، من ناحية ديال يعني من قبل كان البث قليل شوية، يعني كنا كنلقاو فيه مشكل، ولكن حاليا ما كاينش مشكل. سوسر من طوروا المسألة ورجعت ماي دوزام. من ناحية ديال البرامج يعني كنشوف بعض البرامج، ولكن كنكون خدامة ما كيكونش عندي الوقت، يعني كنرجع للأبليكاسيون ديال ماي دوزام باش كنحاول نشوف عاود برامج اللي كيفوتني بحكم الخدمه. ومن ناحيه ديال الجوده ديال البث يعني مزيان الحمد لله مقارنه من قبل، يعني كنا كنلقاو المشكل، ولكن حاليا ما كاين حتى شي مشكل. الارسال ديال مزيان 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 مزيان. ما انا بالنسبه لي يعني دائما كنتفرج فيها ملي كنكون في المغرب. عارف كاين شي كيقولوا واحد الابليكاسيون في التليفون تقدر تشوف برامج كاملين فيها، ولا بحق انا مازال ما كنشوف انا حاليا غير في التلفزيون هذا هو. راديو دوزيم مره تنشوفو مره ما تنتسنتليش، هي مره تنتسنتليه مره لا. اغلبيه غير التلفازه، التلفازه عاديه وعلى على على الاستقبال العادي ولا على البارابول. استاذي الكريم، ولينا كنسمعوا في برامج في حوارات تلفزيونيه كلمه واحد المصطلح ديال التلفازه التقليديه. واش كاينه التلفازه التقليديه والتلفازه غير التقليديه، ولا شنو كيعنيو بها؟ هذا المفهوم خرج لما طورت وسائل المشاهده للمحتوى التلفزيوني ككل، ولا الفيديو ولا الصوت والصوره بصفه عامه. علاش؟ لان التلفزه التقليديه هي ديك التلفزيون
اللي كنسميوه لينير اللي كيتشاف بصفه مباشره فقط. التلفازه التقليديه هي التلفزيون اللي كانت واحد الوقت 80% ديال الناس اللي عندهم ولا 100% الناس اللي عندهم شاشه تلفزيونيه وهوائل الاستقبال كيمكن كيشوفوا نفس البرنامج في نفس الوقت ومن بعد كينوضوا. إذن هذه هي التلفزه. الان التلفزيون بعد التطورات التكنولوجيه والاختراق الكبير للانترنت على في العالم ككل وفي المغرب الخصوص التلفزيون ما بقاش كيتستهلك. لم يعد هناك استهلاك للتلفزيون بالمفهوم التقليدي. ما يمكنش تلقى في العائله كما كانوا الاب والام والابناء ديالهم اثنين ولا ثلاثه ولا هذا كيشاهدوا نفس المحتوى نفس البرنامج في نفس الوقت. كتلقى كل واحد كيشوف على غالب في الغالب الاطفال كيشاهدوا المحتوى اللي بغاو اما على الحاسوب الكمبيوتر او لا في التابلت او لا في السمارت فون او لا او لا. اذا وكتلقى يمكن الاب والام كيشاهدوا التلفزيون بصفه تقليديه كيشوفوا برنامج ما كيشوفوش ذاك التلفزيون اللي كيشوفوه من كما كان من قبل حتى ال 11 الليل وكيسمعوا الاخبار الاخيره وينوضوا ولكن كيشوف داك الشيء اللي بغى. علاش؟ لان اولا خصنا نعرفوا بان في المغرب الان كاين اكثر من 1500 قناه تلفزيونيه تتكلم العربيه كيمكن يلتقطها المغاربه اما عبر الاستقبال الساتيلي او لا عبر الانترنت او عبر دوك الباقات اللي كتباع في السوق اذا هنا ما بقاش التلفزيون. دابا المشاهد كيرغب يشوف برنامج ولا كيرغب يشوف محتوى اذا كيلقى الحلول باش يشوف المحتوى اللي بغى الرياضه افلام موسيقى كذا. ما بقاش ذاك لا تيليفزيون لينير اللي كتفرض عليك تشوف نفس المحتوى وكلنا نشوفوا نفس المحتوى في امسيه واحده. مادام تنتكلموا الموضوع هو على البث والارسال، شنو هو انواع البث التلفزيوني اللي كاينه استاذ؟ في البدايه كان البث الارضي. نعم. من بعد جاء البث الارضي التناظري، من بعد جاء البث التصداف البث الساتيلي. الفضائي الساتيلي التناظري ومن بعد تطور البث الساتيلي اولا الى بث رقمي وبعدها جاء البث الرقمي الارضي. هذا من ناحيه البث التقليدي اللي نقولوا البث اما ارضيا او ساتيليا. من بعد دخلت الانترنت اذا لا دي اس ال او لا فيبر اوبتيك يعني الالياف البصريه ولات متوفره في 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 المنازل. اذا ولات كنا نستقبلوا التلفزيون ما بقاش بلونتين ما بقاش بالهوائي فوق السطح ولينا ولا بالصحن ولينا كنستقبلوه عبر لا دي اس ال خطوط اتصالاتيه او لا عبر لا فيبر اوبتيك. كاين عده منصات هذا البث كيتم عبر منصات لي بي تي في. كاينه منصات خاصه بلي بي تي في كاينه منصات اللي فيها غير سيرفر غير دي سيرفر انفورماتيك وكتطلق بث ما دمنا ان تكلمنا قبل ان خص واحد التوعيه للمواطن من خلال برامج او كبسولات. شنو هي معايير اختيار النموذج البث؟ ما كنظنش كاينه معايير. انا كنظن كاين رغبات المشاهد. المشاهد اللي كيبغي عنده رغبه فاش اللي كيعرف كاين هناك رياضه في محطه معينه راه كيمشي يشوف ديك عنده رغبه يقلب على ديك يقلب على ديك. كاين مشاهد اخر عنده رغبه فاش افلام غادي يقلب على البلاتفورم يقلب على المنصه اللي كتعطيه الافلام. عنده رغبه يشوف سهره في دوزام غادي يمشي يتبع
السهره ولا البرنامج ولا البرنامج الحواري ولا البرنامج السياسي ولا. اذا الرغبات هي التي هي اللي كتختار رغبات المشاهد كتختار. أستاذ الصالحي، الشبكة الأرضية والفضائية القناة الثانية وراديو دوزام، هل تغطي كل ربع المملكة؟ بالنسبة للشبكة الأرضية للقناة الثانية فعندنا هذا البث في القناة الثانية بدا في 1989 كانوا عندنا تقريبا في البداية كانت عندنا عشرات المراكز ديال البث، ولكن مع توسيع الشبكه ديال البث حاليا في 2019 بالنسبه لاذاعه دوزام عندنا 59 محطه تغطي تقريبا واحد 83% ديال المستمعين. هذا بالنسبه للراديو. بالنسبه للتلفزه كانت عندنا التلفزه تناظريه انالوجيك اللي بدات حتى هي في 89 حتى الجوان 2015 كانت عندنا 157 محطه. نعم. دونك تقريبا كانت عندنا واحد التغطيه ديال 87% ديال المواطنين في على صعيد التراب الوطني. وفي 17 جوان 2015 بدات التلفزه الرقميه. الرقميه. يعني كانت بواحد شراكه مع القناه الثانيه في باش يمكن القناه الثانيه باش يمكن دار المشروع ديال التلفزه الرقميه الارضيه. وماذا عن مغاربة العالم؟ بالنسبة لمغاربة العالم فما نسيناهمش هما، دونك عندنا كنستعملوا البث المباشر عبر الأقمار الصناعية. فالطريقة اللي كيتم بها وهي أن عندنا في عين السبع واحد المحطة أرضية اللي كنصيفطوا اللي كنرسلوا فيها واحد باقة ديال القنوات اللي فيها دوزام ناسيونال، دوزام مينا، ودوزام موند، والبرامج ديال الإذاعة دوزام، كنصيفطوا اتجاه القمر الاصطناعي أوتروبي. القمر الاصطناعي أوتروبي الدور ديالو يرسل هذه الإشارات، فيتم التقاط الاشارات في باريس عند شركه جلوب كاست، ويتم ارسالها مره اخرى الى القمر الصناعي اوتبيرد لكي يتم تغطيه اوروبا ومنطقه شمال افريقيا. هذا بالنسبه للجاليه الموجوده في اوروبا. من بعد عندنا في القاهره في مصر كناخذوا الاشارات الجايه من اوتروبي وكنرسلوا للقمر الصناعي نيلسات 201 اللي بالدور ديالو كي بالنسبه للمغاربه اللي كاين في الشرق الاوسط. في الشرق الاوسط فيتم تغطيه المغاربه الموجوده في الشرق الاوسط. بالنسبه للمغاربه الموجود على التراب الافريقي يعني افريقيا كلها فيتم تغطيتها بالقمر الصناعي عربسات 5 سي في لا بوند سي، يعني لا بوند سي ماشي هي لا بوند كاي، كتبدا من 3 جيجا حتى 7 جيجا. بالنسبه للمغاربه الموجودين بامريكا وكندا والمكسيك فيتم تغطيه المناطق الموجودين بها عن طريق القمر الصناعي جالاكسي 19. وكيتم البث مزيان. البث مزيان ما عندنا حتى شي مشكل الحمد لله، كاع المغاربه موجودين سون ساتيسفي من هاد لا كوفيرسيون اللي كاين. تفضل استاذ. باش نكمل الجواب على السؤال ديالك حول يعني التلفزيون التقليدي والتلفزيون كيفاش غيكون ولا المعاصر ولا كاين هناك نقاشات في العالم دابا كيقول واش التلفزيون التقليدي غادي ينضاثر طبعا التلفزيون التقليدي مع وجود الملتي اكرون الشاشات المتعدده وطرق الاستهلاك المحتوى التلفزيوني التلفزيونات اصبحت مرغمه، يعني مرغمه علاش؟ لان المداخل الاشهاريه منين كتجي المداخل الاشهاريه بدات كتمشي كتهرب من التلفزيون التقليدي وكتمشي لهذه المنصات الجديده. اذا التلفزيون التقليدي اصبح لازم عليه يتاقلم ويتطور باش يكون موجود على جميع المنصات لان حتى يستفيد من المداخل اللي كتوفر في هذه المنصات.
التلفزيون ككل يعني ما يمكنناش نقولوا كاين بعض الناس اللي كيقولوا ولا بعض كيقولوا بان التلفزيون سيندثر، كنقول انا التلفزيون ما غيندثرش لعده اسباب. التلفزيون بالمفهوم الجديد بالمفهوم ديال اليوم بالمفهوم ديال غدا والمفهوم ديال ما غيندثرش، علاش؟ لان هناك احداث كبرى لا يمكن ان تمر الا عبر التلفزيون، الاحداث الرياضيه الكبرى حتى الماده الاولى كتجي من التلفزيون وكتتفرق على هذوك الوسائل الاخرى الجديده طبعا يعني. اذا ليس هناك رياضه بدون تلفزيون وليس هناك تلفزيون بدون رياضه، اذا هذه الاحداث الكبرى اعطيت مثال للرياضه ولكن كيمكننا نذكر على احداث اخرى مهمه. مشاهدي القناة الثانية ومستمعي راديو دوزام، لنتعرف على إمكانات القناة الثانية في البث والإرسال مع أحد جنود الخفاء مهندس بقسم الإرسال السيد عبد اللطيف أعراب، ونعود بعد ذلك. مهندس بقسم الإرسال بمديرية البث والإرسال والبنيات التحتية والتنمية الجهوية. فعملية الإرسال أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الأبلينك هي عملية إرسال الصوت والصورة أو معلومات أخرى إلى قمر صناعي محدد باستخدام تردد محدد عن طريق أجهزة الإرسال أو ما يسمى بالأبلينك ستاسيون، والتي تتوفر بالأشكال التالية: هناك المحطات الثابتة فيكسد ستاسيون، هذا النوع من المحطات غير قابل للنقل حيث توجد أجهزة الإرسال في مكان ثابت داخل مبنى ويتم تثبيت طبق الإرسال في الخارج، وتتوفر القناة الثانية على محطتين ثابتتين مركزيتين. المحطة الأولى تتعلق بالقناة الثانية دوزيم ناسيونال وراديو دوزيم، ومن خلال هذه المحطة يتم إرسال قناة دوزيم ناسيونال وراديو دوزيم إلى القمر الصناعي عربسات 30.5 وموقع المداري 30.5 غربا، الذي يعتبر المزود الرئيسي لتقنية البث الأرضي التقني TNT. المحطة الثابتة الثانية وهي المحطة الرئيسية، من خلال هذه المحطة يتم إرسال ثلاث قنوات وهي قناة دوزيم ناسيونال، قناة دوزيم مينا، قناة دوزيم موند، زائد راديو دوزيم إلى القمر الصناعي E3B، ويعتبر هذا القمر الصناعي المزود الرئيسي لكل هذه القنوات حيث يتابعها كل مغاربة العالم. بعد الحديث عن المحطات الثابتة نتحدث الآن عن المحطات المتنقلة بشقيها. هذا النوع من المحطات يكون إما على شكل أجهزة متنقلة في صناديق دي فلاي واي، أو على شكل سيارة متنقلة SNG، حيث تستخدم هذه المحطات في نقل الأحداث الخارجية المختلفة، على سبيل المثال نقل مباراة في كرة القدم من الملعب إلى مقر القناة. عناصر محطة الإرسال وهي كالآتي: الانبوت سورس، الانكودر، الموديلاتور، الاب كونفرتر، ثم الاش بي ا بالاضافه الى الانتينا. نبدا بالانبوت سورس. الانبوت سورس هو مصدر المعلومات التي نود ارسالها. بالنسبه للانكودر هو الجهاز الذي يتعامل مع الصوت والصوره بشكليهما الاولي، بحيث يقوم بتحويل كل منهما الى شكل قابل للارسال. ثالثا الموديلاتور. الجزئية المسؤولة عنها هذا الجهاز هي تحميل المعلومات المراد إرسالها إلى القمر الصناعي بالتردد الناقل أو ما يسمى بالكارير فريكونسي. ثم الأب كونفرتر وهو المسؤول عن تحويل التردد الباند إلى التردد كيو باند. وأخيرا الأش بي آ وهو الجزء الأهم في منظومة الإرسال،
بحيث كلفته العالية نسبيا مقارنة مع باقي الأجزاء من محطة البت، والأكثر تعرضا للمشاكل، ويتواجد بأحجام وأنواع مختلفة طبقا للحاجة والاستخدام. في إطار الانتقال إن شاء الله إلى مشروع البت بتقنية الـHD العالية الوضوح، فالمشروع في مراحله الأخيرة وينتظر فقط التمويل. أستاذ حمودة، كيف ما كيعرف الجميع أن القناة الثانية انخرطت في الثورة التكنولوجية ديال الإرسال والبت والإرسال، وتنوعت الوسائل اللي استعملت، تطبيق ديال مايدوزام، الانترنت، الموقع ديال القناة، وأيضا التلفزيون والراديو. واش هذا تيحقق الرهان ديال حضور القناة الثانية؟ يعني هادو لبنا نقولوا هاد الشيء اللي كتكلم عليه، هادو منصات لمواكبة التطور التكنولوجي. نحن مجمرين عليه، احنا ملزمين باش دوزيام تكون متواجدة على المنصات، لكن اللي كيبقى الرهان الكبير كيبقى على المحتوى وجودة المحتوى. طبعا الجودة نسبية، كل واحد كيفاش كيشوفها، ولكن المحتوى وجودة المحتوى وتلبية متطلبات الجمهور. اوكي. السد الصالحي، كيفاش كيوصل البث التلفزيوني الى المشاهد؟ ديك المراحل كيفاش يمكن لك تقولها لنا باختصار؟ دابا دوك عندنا البث قلنا الارضي الرقمي، وكاين البث مباشر عبر الاقمار الصناعيه. نقدر كاع نقرب اكثر باش حتى الساده المشاهدين يكونوا، كيفاش كتتم عمليه نقل مقابله مثلا مباشره من الملعب الى التلفزيون؟ واش كيكون انيه ولا كيكون شي تعطال باش تصلح شي حاجه؟ والبث كيكون اني، يعني المهم كتكون مثلا الكاميرا عندنا في ملعب ديال الكره مثلا، ننقلوا ديال واحد المقابله. نعم. فكان عندنا الارسال يتم عبر جوج ديال الاقمار الصناعيه، اما عندنا عرب سات 5 ا ولا اوتيل سات سدون في ا، فيمكن ارسال فيتم ارسال هذه البرامج في الحين، ويتم التقاطها في استديوهات القناه الثانيه. في هذه المرحله يعني هذه المراحل يتم ارسال، تكون انيه، ما كاينش شي لحظه ولا ثانيه باش تصلحوا شي خطا. لا تكون انيه. استاذ حموده، كما يعلم الجميع ان القناه الثانيه استفادت في بدايتها من التقنيين، من تجارب التقنيه الغربيه، كانوا كيجيو يقدموا مساعدات او تدريب هنا، ومن بعد ولات القناه الثانيه تعتمد على تقنيين مغاربه تطوروا وولات عندهم خبرات. واش عندنا هاد التقنيين المتمكنين وعندنا مدارس اللي كتوجدهم ولا لا؟ وكيفاش كتشوف انت هاد التقنيين، كاينه كفاءات ولا لا؟ بطبيعه الحال انت تتكلم على الكل، ولكن كيهمنا اكثر القناه الثانيه. اللي نقدر نقول في هذا الموضوع هذا، وهو سابقا كان هناك تكوين في المغرب فيما يخص التقنيين والمهندسين في الميدان السمعي البصري، يعني في الميدان السمعي البصري التقني، الناس كيتكونوا باش يعرفوا تقنيات الصوت والصورة والإرسال والبث. أظن آخر 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 فوج تخرج من المعهد العالي الاتصالات السلكية ولا سلكية، المعهد الوطني الاتصالات السلكية ولا سلكية، كان هو الفوج ديال 88 وكان هذا الفوج هذا تقريبا كله اشتغل في دوزام. اشتغل في دوزام، ومازالين الان اخوان كيشتغلوا في دوزام من ذاك الفوج. بعد ذلك ما بقاش هذا التكوين، اللي كانوا كيتكونوا تقنيين ومهندسين في الميدان السمعي البصري، ما بقاش على المستوى، على المستوى ديال المعهد الوطني للمواصلات السلكيه ولا السلكيه.
ولاو الفاعلين يعني التلفزيون لاي سين ار تي والدوزام ولاو هما كيتكلفوا بالتكوين والتكوين المستمر ديال الاطور العامله في هذه المؤسسات. عندنا اطور اللي كنقول بان حتى دوك الناس اللي تكونوا على برا راه مشاو من المغرب بواحد الحموله كنتذكر بان في مع بدايه دوزام قبل البدايه كانوا هذا الفوج مشى خضع لواحد التدريب في فرنسا في ذاك الوقت وكان كانت هذه هي الطاقات اللي قدرت توصل دوزام وتعمل ديك القفزه النوعيه في المشهد السمعي البصري. استاذ الصالحي كنعرف بان القناه الثانيه شبكه برامجها كاين خاص كانت في واحد اللحظه برامج خاصه للقناه الارضيه وبرامج خاصه شبكه برامج خاصه بالفضائيه. من بعد ولات شبكه واحده. كيفاش يمكن لنا نميزوا ما بين البث الارضي والفضائي؟ دابا غير بالنسبه للبث الفضائي دابا عندنا ثلاثه ديال البرامج كنصيفطوا، كاين دوزام مينا، دوزام موند، ودوزام ناسيونال. دونك بالنسبه لدوزام مينا هي يعني تغطيه المناطق الشرق الاوسط، بالنسبه لدوزام موند يعني منطقه اوروبا، وعندنا دوزام ناسيونال تغطيه التراب الوطني. ف تيكون هاد البرامج يعني في كل هاد الاشارات تيكونوا نفس البرامج ولكن في حالتي اذا كان شي برنامج كيخص منطقه الشرق الاوسط فيتم ارسال هذاك البرنامج الوحيد في الشرق الاوسط، وفي نفس الوقت يكون برنامج اخر يعني ناسيونال. اذا كان شي برنامج يعني على حسب حقوق البث، شي برنامج مثلا موجه للجاليه الاوروبيه، فيتم ارسال هذا البرنامج في الاشارات اللي غتمشي في الساتليس ديال اوت بيرد باش نديروا التغطيه ديال المناطق الاوروبيه. اذا يعني كاين مساله حقوق البث هي اللي يعني كتحكم هي اللي كتحكم في هذه المساله ديال البث. مشاهدي الكرام ومستمعي راديو دوزام، لنستمع لبقيه شهادات المواطنين ونعود بعد ذلك. بعض المرات كتفوتني شي حلقه كندخل الانترنت كنتفرج فيها، الصراحه مزيان الكاليتي كتعجبني، دوزام طورات لها الكاليتي، شحال هذه كانت بالاس دي دابا الفول اتش دي الاتش دي مزيان صراحة، وتا الموقع كيبان لي تطور كما كان بحال شحال هذه ما بقاش كيف كان، طور الموقع ولاو في كاع البرامج كتلقاهم تما، كيفوت كشي برنامج في التلفازة كتلقاه تما. كتبان بشكل واضح على حسب الجو، إذا كان البرد راه كيتقطع، وإلا كان الجو صافي راه كتبقى صافية زوينة. بالنسبة لقناة دوزام أنا كنشوفها قناة مزيانة، بالنسبة عندها واحد لا توندونس ديال المشاهدين اللي وصل سيرتو كاين دي بروغرام لي مزيانين فهمتي كيتابعوهم الناس بزاف، حتى بالنسبة لاكاليتي دو صونا الكرافيز، بالنسبة للمونتاج هذاك الشيء كيبان لي المهم راه غادي مزيان. إلا دارتني شي حاجة فتندخل السيت ويب ديال القناة الثانية ولا عبر لابليكاسيون ديالهم اللي تندخل وتنشوف داك الشيء اللي دازني كله. لا الراديو كيتقطع على حسب البلايص، بحال دابا في الكوزينة كيشد مزيان، الكوزينه ما كيشدش غير كنخرجوا للصاله كيشد زوين، ولكن واخا هكا كتسمع تقطع في الهضره، ما كيوصلش داك الشيء كما بغينا حنايا. بالنسبه للقناه الثانيه الان يمكن يكون وصلت ثلاثه العقود 30 عام، وفي هاد ثلاثه العقود عرف البث ديالها مجموعه من التحولات، كاين في بعض اللحظات تحس بانك كاين واحد التقنيه عاليه اللي ممكن تضاهي جميع القنوات العالميه، ولكن في لحظات اخرى يمكن في وش مباشره او في اشياء اخرى يمكن تكون البث بطريقه اللي يمكن متوسطه او ضعيفه. غادي دوزام في سوغ لا راديو ولا كنا في طوموبيل ولا هكا صافي هذا هو كيمشي بعد نوبه الارسال ديالو، الا تبدلتي من بلاصه لبلاصه على حسب الريزو واش كاين في بعض المناطق او لا ما كاينش. بعض المرات كنشد البرامج بحال نهار السبت كنشد شي سهره وباغ فوا كتكون الصوره شويه ان بو هكا، المهم اللي فلت كنمشي كنرجع للاعلاميات بحال كنشد ندخل اليوتيوب ولا الانترنت، الحمد لله دابا الامور مسهله هاد الشيء ديال الانترنت. نتمنى انه يكون يعني تنتقل القناه يعني من لاكاليتي ليماج اللي عندها حاليا لاش دي، تكون الصوره يعني مواكبه للتطورات التكنولوجيه اللي كاينه حاليا عالميا. استاذ حموده، الخدمات ديال الارسال مرتبطه بالدوله
ولا بالقنوات او مؤسسات خاصه، لان كنلاحظ كما كيلاحظ المتتبعين بان هناك بعض التجارب ديال الدول المتقدمه في هذا الميدان كاين عندهم مؤسسات خاصه للبث، وكاين بعض الدول العربيه المجاوره لنا عندها التجربه. بغيت نعرف بالنسبه لنا حنا كيفاش كتشوفها، واش هي خدمات هذه الخدمات مرتبطه بالقنوات ولا وعلاش ما دخلناش لهذه التجربه ديال الشركات الخاصه؟ غير باش سريعا شبكات البث والارسال، يعني نقل المحتوى وبثه حتى يكون في عند الجمهور، تتطلب استثمارات كبيره جدا. الان ومن قبل كانت الشركه الوطنيه ودوزان كيديروا الاستثمارات ديالهم حتى يوصلوا كيقوموا بهذه الخدمه العموميه وكانت الدوله كتعطيهم مساهمات اللي سميتو عليه الاستثمار في هذا الميدان من اجل توصيل المحتوى التلفزيوني الى المشاهد او المحتوى الاذاعي الى المشاهد. مع الرقمي التلفزيوني الرقمي ولات عندنا امكانيه لان نبثوا عدد القنوات التلفزيونيه على تردد واحد، يعني على مرسل واحد، جهاز بث واحد. كاين دابا كاين اللي فيها 6 و7 ديال القنوات على مرسل واحد. اذا في المستوى ديال الاستثمار هناك انخفاض على مستوى الاستثمار. الدول النظام اللي كتعمل به الدول، كل واحد هذيك سياسه ديال الدوله. نعم. اللي كنقدر نقول بان المغرب كينتهج هذه السياسه ولكن بمراحل، كيتقدم مرحله بعد اخرى. كان هناك الاذاعه والتلفزيون، كان هناك الدوله هي اللي يمكن لها دير اذاعه والتلفزيون، من بعد تحرير القطاع، من بعد دخلوا فاعلين اذاعيين ثانيين، ودخلوا فاعلين تلفزيونيين، ودابا البث تجمع. هدف مصلحه، هدف راه مصلحه الفاعلين باش البث يتجمع. الان هو عند الشركه الوطنيه، غدا ان شاء الله تقدر الشركه الوطنيه في في في, في اطار التطوير تطوير نظامها وفي تطوير الاشتغال ديالها يكونوا عندها دي فيليال، تكون البث كفيليال ديال لما تكون جاهزه وتكون السياسه ديال الدوله عندها الوسائل، عطاتها الوسائل. لان كنقول دائما بان البث التكلفه استثمارات ضخمه بالنسبه لجميع الفاعلين. الاذاعه الان كما الدوزام ولا الاس ان تي ولا حتى الفاعلين راه هما اللي كيستثمروا في ميدان البث، كيشريوا الوسائل البث ديالهم باش يوصلوا البرامج ديالهم للمشاهدين او المستمعين. اخ مصطفى، تتمتلك القناه الثانيه شبكه البث مهمه ممكن ان تستغل في البث الرقمي الاذاعي في اطار تحولها الرقمي. هل هناك اكراهات تتعطل توسيع مجال التغطيه وتقويته؟ حاليا قلنا هضرنا بان حاليا عندنا في اطار البث الاذاعي التلفزي فعندنا 59 محطه، وهي غير كافيه باش يمكن تغطيه مجموع التراب الوطني. وحاليا عندنا واحد المشروع ديال توسيع الشبكه الاذاعيه، عندنا واحد البرنامج، ولكن كاينه اكراهات ماديه اللي خلاتنا باش ما يمكنش ننجزوا هذا المشروع. نتمناو يكون واحد الدعم باش يمكن نحققوا هذا المشروع ان شاء الله. استاذ حموده، تنسمعوا بان هناك قانون مراقبه وتنظيم تنظيم البث والارسال، شكون متحكم في هذا القانون؟ واش كاين بعداك ولا ما كاينش؟ اللي هو واش كيحدد، واش شنو التنظيم ديالو؟ واش كيحدد المساحه ولا البث ولا المضمون ولا شنو؟ القانون اتصال السمعي البصري 77/03 اللي تنشر في الجريده الرسميه في 2006 واللي تم التغيير ديالو في 2016، هذا هو القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري. القانون كاين عده، يتطرق لعده جوانب،
التحرير وكيفية التحرير. وبالنسبة للشركات الوطنية كاين هناك كيفرض واحد العدد ديال الأمور الشركات الوطنية بجانب القانون. هناك دفاتر تحملات اللي تهي كتفرض على القنوات واحد العدد ديال التحملات. إذا القانون ودفتر التحملات بالنسبة للبث، بالنسبة للكونتوني، بالنسبة للمحتوى، هناك تنوع، هناك بالنسبة لدفتر التحملات. بالنسبة للبث، بالنسبة للبث الهيئة العليا للتعليم الاتصال السمعي البصري هي اللي عندها الاختصاص باش تخصص الترددات للمتعهدين حتى يمكن بث إذاعاتهم وتلفزيوناتهم عبر الوسائل الراديوية على المستوى الأرضي. بالنسبة للإنترنت وبالنسبة لهذاك هناك تراخيص إذا كانوا كيبثوا من المغرب، هناك إذا كان كيبث إذاعة كتبث دوزام كتبث على الإنترنت فهذه كتبت نفس الخدمة اللي عندها على الأرض كتبت. إذن هذه عندها الحق فيها. شي واحد آخر بغى يجي يدير تلفزيون على الإنترنت لازم يتوجه للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الأعلى للاتصال البصري كيقرر في هذا الموضوع. بالنسبة للترددات، الترددات لتوسيع التغطية التلفزيونية في منطقة معينة الفاعل دوزام مثلا كيتقدم طلب للهيئة العليا. الهيئة العليا كتخصص له تردد مواصفات. هذه المواصفات شنو هي؟ كتعطيها القدرة ديال البث، لا بيسونس ديميسيون، كتحدد له كيفاش خصو يرتب ذاك البث، اي منطقه فين غادي يكون. هو كيطلب انا بغيت نكون في كيحدد المنطقه، كيحدد النقطه فين غادي يدير البث ديالو، كتعطيه المواصفات. هو ملتزم باش يطبق هذوك المواصفات. علاش؟ لان لما كتحدد له التردد باش يغطي هذه المنطقه وباش ما يضايقش مناطق اخرى، تشويش على مناطق اخرى اما داخل المغرب او خارج المغرب في الدول الجوار. أستاذ الصالحي، كما سمعنا واحد جوج من المشاهدين متقدمين في السن وتحية لهما، قال لك ما كنستعمل تنتفرج في التلفزيون، كيستعملش الوسائل الأخرى. الشباب كيستعملوا هذوك الوسائل. هذوك الناس اللي عندهم في هذاك السن اللي طول في عمرهم من هنا لقدام غادي يقللوا، واش هذا ما كيهددش التلفزيون الأرضي؟ وهي دابا هاد استقبال البرامج قلنا كتكون عبر عدة وسائل، عبر البث المباشر بالأقمار الصناعية أو البث الأرضي الرقمي أو استعمال الوسائل الأخرى. ف يعني اللي خاص تكون برامج جديدة وجيدة حتى تكون في طموحات قبيلة. نعم، يعني خاص المضمون يكون كيلبي طلبات المشاهدين حتى ما يزبيوش كما تيقولوا طلبات المشاهدين الكرام ومستمعي راديو دوزام. لنكتشف بث راديو دوزام احد جنود الظل المتمكن الخلوق السيد العربي الشقر مسؤول مكلف بالبث الاذاعي اف ام لراديو دوزام، ونعود بعد ذلك. مهندس صيانة بمديرية الإرسال والبث بالقناة الثانية، مسؤول عن البث الإذاعي راديو دوزام. راديو دوزام البث ديالو انطلق في 2001. النظام المعتمد في هذا البث هو نظام اف ام موديلاسيون دو فريكونس بنمط ثنائي لاستيريوفوني. هذا النظام معروف بنقاء الصوت ديالو وبجودة الصوت ديالو، إلا أنه معروف بتغطية محدودة.
تقدروا تشوفوا في هذه الخريطه مثلا الدار البيضاء والنواحي ديالها تتغطى انطلاقا من محطه ديال عين الشق، عندها جهاز دافع ديال 5000 واط هوائي العلو ديالو 100 متر. الرباط تغطى انطلاقا من المحطه ديال الزعير. مراكش مثلا تغطى انطلاقا من المحطه ديال لوكيمدن. بني ملال انطلاقا من المحطه ديال جبل تزركونت. هناك بعض المحطات في الشمال مثلا طنجة تغطى من محطة كبس بارتيل، بالوماس في الحسيمة، في الشرق عندنا بو عرفة في كيك، محطة أخرى في الجنوب مثلا في أكادير، عندنا محطة ديال البت في كلميم، طرفايا، العيون، السمارة، بوجدور والداخلة. هذه هي نظرة على الشبكة ديالنا. تلاحظوا بأنكم ما كانت نقطة تواجد المحطة كما كان عالي وكما كانت قوة الدافع كبيرة، كما كان المجال للتغطية يكون أوسع ونسبة المستمعين تكون أكبر. باش نقربوا المواطنين أكثر ويأخذوا نظرة على مراكز البث ديالنا. مراكز البث تتكون من التجهيزات ديال الإرسال، لي زيميتور، لي زونتين، تجهيزات ديال الربط، الأرضية في سو إرديان ولا مثلا عبر أقمار اصطناعية، هي اللي تتستعمل باش نوصلوا الصوت من استوديوهات عين السبع إلى المحطة الأرضية. جهاز البث بطريقة مبسطة هو جهاز يقوم بالكوداج ستيريوفونيك، يتم تمديده ببعض البيانات الرقمية RDS التي يستعملها الجهاز استقبال في مثلا انتقال من تردد إلى آخر عندما تكون الإشارة ضعيفة بنفس المحطة، أو مثلا إظهار اسم المحطة في الجهاز المذياع مثلا. وهذه الإشارة MPX من بعد يقوم الجهاز بتضمينها، تضمين تردد، تقويتها عن طريق لي زومبليفيكاتور. هذه الإشارة الصوتية تكون بتردد عالي، تتنقل إلى الهوائي. الهوائي الدور ديالو هو أن تحول هذه الإشارة عالية التردد من إشارة كهربائية إلى موجة كهرومغناطيسية باش يستقبلها المستمع. هناك إكراهات مهنية وإكراهات تقنية. الإكراهات التقنية اللي عندنا هو الحرص ديالنا الدائم باش نحترموا دفتر التحملات اللي تنص على بث إذاعي بدون قطع 24 ساعة على 24 ساعة، واحترام المعايير الدولية المتعارف عليها لنورم انترناسيونال، مثلا احترام القيمة القصوى للإزاحة الترددية ليكسكورسيون دو فريكونس اللي ماخصهاش تفوت بين بلوز اوموان 75 كيلو هرتز، احترام مجال التغطيه اللي تتحدوا القيمه الدفع الاشعاعيه بي ا ار لا بويسونس ابارونت رايوني اللي تتشرط علينا الهاكا. التطلعات ديالنا كبيره تتجلى في زياده وتقويه مجال التغطيه ديال راديو دوزام ومعالجة بعض نقط الظل لي زون دومبر. هناك أيضا البث الأرضي الرقمي ديال الإذاعي اللي بدا في الانتشار في بعض الدول. الأمل ديالنا إن شاء الله باش القناة الثانية تنخرط هذا المجهود إن شاء الله، ويكون عندنا شبكة أرضية رقمية إذاعية في إطار التحول الرقمي اللي تتعيش القناة الثانية. أستاذ حمودة، قبيلة قلتي بأن التكلفة ديال في هذا البث والوسائل ديالو عالية جدا، كيف يمول البث التلفزيوني بحكم تجربتك في دول العالم، في بعض دول العالم وفي المغرب؟ البث التلفزيوني كحلقة من حلقات مسلسل القيم يمول من طرف يعني الفاعلين
كخدمه، يقدم خدمه للفاعلين. الدوزيام عندها شبكه البث، هاد الشبكه البث كتمولها الخدمه اللي كتقدم للاخرين، اذا كتقدم خدمه. ولكن ماشي غير هاد الشيء، يعني الدوزيام ولا الشركه الوطنيه خصنا ناخذوا في الاعتبار بانهم هما شبكات عموميه وكيقدموا خدمه عموميه. وانا كنظن بان اي خدمه عموميه عندها مقابل، ان الدوله يكون مقابل بالنسبه لهاد المؤسسات. ما تدير مع الجرائد وغير خدمه عموميه، هذه خدمه عموميه كتوصل التلفزيون والاذاعه المناطق جد نائيه. اذا هذه في بل اكثر من ذلك، بان الدوله من طريق الحكومه هي التي تحدد دفتر تحملات الشركه الوطنيه ولا القناه الثانيه. اذا هاد 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 كتفرض دفتر التحملات، وانجاز ما في دفتر التحملات عنده قيمه ماليه، خاص تكون كتوفر القيمه الماليه لانجاز دفتر التحملات فيما يخص استثمارات جديده، توسيع التغطيه، تجويد المحتوى. كيف يمكن ايجاد هاد من غير الدوله مثلا؟ واش كاين كاين المداخل كتجي اما من اشهار، نعم، ولا الدوله كتعطي مساهمه مقابل الخدمه العموميه التي تقوم بها القناه. السيد الصالحي، قال الزميل الشقر بان تقنيه اف ام تعطي نقاء الصوت لكنها محدوده التغطيه، هل هذا ما يبرر تواجد عده محطات في ربوع المملكه؟ وليس واش ما كايناش هناك تقنيه اللي يمكن لها جديده في هذه التقنيات اللي كاينين دابا اللي يمكن لها تسرع وتقوي هذه التغطيه؟ من ناحيه التغطيه ديال معظم التراب الوطني بتقنيه حل بالنسبه للراديو تقنيه اف ام، يعني كتكون تضمين ديال التردد. فهاد النوع ديال التضمين تيكون واحد النقاء في الصوت، ولكن المشكل اللي كاين هو ان باش يمكن دير التغطيه شامله ديال التراب الوطني خصك عده محطات. هذاك الشيء علاش دابا حاليا عندنا 59 محطه، يلا تقريبا عندنا 83% ديال التغطيه، ومازال عندنا المشروع اللي غادي نزيدوا فيه واحد عدد كبير من المحطات باش يمكن تكون تغطيه شامله. بهاد تقنيه اف ام، بتقنيه اف ام، نفس تقنيه اف ام. كاين مشروع ربما ولكن خاصو يمكن استثمارات كثيره، هو المشروع ديال الاذاعه الرقميه، ولكن رمزوا لي بدي ابي ديجيتال اوديو برودكاست. هذا موجود هذا المشروع؟ هذا مشروع كاين، ولكن خاص الامكانيات الماديه اللي خاصنا باش يمكن نجزوا هذا المشروع. نعم. يمكن نضيف واحد. نعم استاذ. نعم استاذ. هو البث الرقمي، البث الرقمي كتكنولوجيا جديده مثل الاذاعي، البث الرقمي الاذاعي هي تكنولوجيا بث جديده كالبث الرقمي التلفزيوني الارضي. فعدد الان هي موجوده في كثير من الدول الاوروبيه، وكاين بعض الدول السكندنافيه اللي تحولت مباشره كاملا من البث الاف ام الى البث الرقمي الارضي بصفه كامله. وكاين هناك دول اللي تقدمت كثير في البث الرقمي، كذلك ك المملكه المتحده وك سميتو السويد اذا هناك هذه تقنيه جديده. هذا هو المستقبل ربما. هذا هو المستقبل ولكن لازم هذا المستقبل لازم الانسان يدرسه على المستوى، ماشي على مستوى دوزيام. هذا مشروع حكومي، هذا مشروع وطني كما كان في لا تي ان تي، هذا مشروع وطني لازم
الدوله تدرسه بتأنين وتعطيه الامكانيات اللازمه. نعم. سؤال اخير للاخ الصالحي هو ملي بدينا نصوروا دخلنا مع الباب ديال المديريه لقينا واحد المكتبه في الجانب ومكتبه صغيره الحجم لكنها كبيره بمستوى بالمحتوى ديالها من مؤلفات الادب العالمي. شنو سر تواجد هذيك وافقه كانت واحد في المديريه ديال التقنيه يا كاين عندنا مكتبه في مديريه البث والارسال. نعم. المكتبه كانت بمبادره واحد ديال واحد الاخوان معنا في المديريه وارتأوا باش الانسان ما يبقاش مقابل غير المسائل التقنيه خصو شويه ينمي المعرفه ديالو وهذا الشيء اللي درت هذا المكتب هذا باش يمكن يكون عندنا بث تقني وبث معرفي. تنتمنى التمام في جميع المديريات. نتمنى ان شاء الله. مشاهدي القناة الثانية فقرة ثقافة إعلامية تمنح السادة المشاهدين معلومات موجزة عن أهم أنواع شاشات التلفزيون الموجودة في الأسواق من تقديم الأستاذ الصالحي. هذا لتوضيح هذا الموضوع تسجل هذه 4 أشهر وجات المناسبة باش يكون ضمن هذا الموضوع تاع اليوم ونعود بعد ذلك. باختصار نحاول نعطي واحد نظره موجزه على الانواع ديال الشاشات اللي كاينين موجودين في الاسواق. فكاين عندنا بطريقه عامه كاين 4 الانواع. عندنا شاشات بلازما، شاشات مسطحه، شاشات بلازما، وشاشات ال سي دي ولاد اولاد. دونك بالنسبه لشاشه ال سي دي بلازما فهي نشرحوها تقنيه موجزه، يعني تتكون من لوحين من الزجاج بينهما واحد الغاز يسمى النيون ومربوط بواحد الاقطاب كهربائيه، وعند مرور شحنات كهربائيه فيقع توهج في هاد الغاز وبذلك تتكون الصوره. وهذا النوع من شاشه بلازما يعني الايجابيه ديالها انها يعني تمتاز بجوده في الالوان وفي الصوره، وكذلك زاويه الرؤيه تمتاز بها باختلاف يعني الشاشات الاخرى. وكذلك عندنا واحد المشكل واحد اللي عندنا في الشاشات ديال البلازما هي عندنا الوزن ديالها تكون ثقيله، وعندها واحد الاشكاليه اخرى، عندنا واحد انعكاس الضوء في حاله الا كانت مثلا في واحد لا شومبر ودرنا التلفازه، الا كانت اضاءه كبيره فالمصابيح اللي كتكون في هذيك لا صال ممكن تكتبها لنا في التلفازه. ال سي دي باختصار هي ليكيد كريستال ديسبلاي. فهاد الشاشه تتكون من لوحين من الزجاج بينهما واحد السائل باللورين، وتتكون مدعمه من الخلف بواحد مصابيح من الفلوريسونت. مصابيح من الفلوريسونت، وهاد المصابيح هي اللي تضيء الالواح. فعند مرور شحنات كهربائيه يقوم هاد السائل باللورين بالتحرك وبذلك تتكون الصوره. وهذا النوع من الشاشات فتمتاز بنوعية الصورة تكون جيدة، وكذلك الألوان تكون جيدة كذلك، وتكون أخف وزن، ولكن عندها واحد المشكل وهو أن زاوية الرؤية تكون ضعيفة. بالنسبة يعني شاشة العرض LED، يعني شاشة العرض الكهربائي كنسميوها LED، هي LED emitting ديود، هي في الحقيقة خصنا نسميوها LCD أديود، أليد ديود. دونك فهاد النوع تا هو نفس الشاشة ديال LCD. الاختلاف اللي كاين هو أن في العطل باش تكون الإضاءة من الخلف بالفلوريسونت كتكون بمصابيح صغيرة، وهاد نوعية المصابيح هي اللي كتعطينا نوعية الشاشة، يعني إما كتكون جيدة أو ضعيفة. النوع الاخير اللي هو اولاد اورغانيك لات ايميتين ديود، فهذا النوع من هو اللي ظهر حديثا ولكن الثمن ديالو غالي. هاد المصابيح كتكون عندها يعني الاضاءه ذاتيه،
وبالتالي فالإضاءة الخلفية يعني منعدمة، مما يجعلها تكون من ناحية استهلاك أقل استهلاك، وكذلك جودة في الصورة. بالنسبة لحجم الشاشة مهم بزاف، لأن دابا على حساب إنسان غادي يدير واحد الشاشة خاص يعرف الحجم المناسب. عندي مثلا عندي واحد على حساب المحل اللي غندير فيه، دونك يعني بصفة عامة، فيعني المسافة اللي نقدر ندير اللي يكون يريح فيها المشاهد يعني بينه وبين الشاشة هي بين 2.2 حتى 2.5 مضروبة في القطب ديال الشاشة. مثلا نفرض أن عندي شاشة ديال 50 بوص، ف يعني خاصو واحد المسافه ديال 1.27 سنتيمتر، خاصو يدير هذه المسافه باش يمكن تكون الرؤيه جيده. مشاهدي الكرام ومستمعي راديو دوزام، وصلنا لنهايه الحلقه، وتنتمنى ان الموضوع اعطى بعض المعلومات اضافيه لكم، واشكر الاستاذ محمد حموده على تلبيه الدعوه، وشكر لك جزيل بالمعلومات اللي نورتي بها السادة المشاهدين. شكرا للأستاذ مصطفى الصالحي، وأيضا للصبر، وشكرا لمديرية البث والإرسال. شكرا. وشكرا للمكاتب الجهوية ولشهادات المواطنين. كما أشكركم السادة المشاهدين ومستمعي راديو دوزام على حسن الاهتمام والمتابعة، وما تبخلوش بإرسال رسائلكم المتضمنة لملاحظاتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم إلى الوسيط عبر البريد الإلكتروني الواضح أسفل الشاشة، الوسيط dozem@dozem.ma، والبريد العادي الوسيط دوزام القناة الثانية طريق الرباط 7.3 عين 7 الدار البيضاء. موعدنا يتجدد في الشهر المقبل إن شاء الله، وإلى ذلك الحين تحياتي.